أهلا بيكم أصدقائي الحلوين. النهاردة هنبدأ درس جميل جدا وسهل، والدرس بعنوان كن جميلا. دخلت المعلمة الفصل وكتبت على السبورة كن جميلا، ثم التفتت دخلت المعلمة الفصل وكتبت على السبورة كن جميلا، ثم التفتت إلى التلاميذ وقالت درسنا. ثم التفتت إلى التلاميذ وقالت درسنا اليوم عن الجمال. لقد خلق الله الكون جميلا، والإنسان عندما ينظر حوله يرى الجمال في كل شيء، في السماء والأشجار والبحار. سألت المعلمة كيف يكون الإنسان جميلا؟ قال طارق يحافظ على نفسه وملابسه وكتبه وأدواته والمكان الذي يجلس فيه. قالت بسمة يتحدث بصوت خفيض ولا يكتب على الجدران. قال نبيل يشارك في نظافة شارعه ويحافظ على المقاعد في وسائل المواصلات. قالت المعلمة أحسنتم، إن النظافة سلوك حضاري، وإن الله جميل يحب الجمال. معاني المفردات. التفتت نظرت. حضاري متطور وراق، جيد وحسن. أرجو يا أصدقائي أن تكونوا استمتعتوا بدرس النهاردة. مع نفهم نتعلم ببساطة.